بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نويت الصيام، يقول السائل: نويت الصيام واستيقظت من النوم وشربت الماء ولم أدرك أن الفجر قد أذن، فما حكم صيامي؟ يعني هو عندما شرب الماء كان يظن أن الليل ما زال موجودا وأن الفجر لم يؤذن بعد، ولكنه تبين بعد ذلك أنه عندما شرب الماء كان أذان الفجر قد أذن، بمعنى ذلك أنه دخل في الوقت الذي يجب عليه أن يمسك عن المفطرات. عند ذلك نقول للسائل الكريم: إنك أخطأت في الفطر لأنك أخطأت في تقدير الوقت، وهذا الخطأ يسقط عنك الإثم، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ يرفع عنك الحكم الأخروي وهو الإثم الذي قد يحاسب عليه الإنسان إذا كان ثابتا عليه، ولم يغفر الله له هذا الإثم سيحاسب عليه في الآخرة. أما القضاء فلا يسقط، لأن القضاء حكم دنيوي في الدنيا، فخلاصة الأمر أنك أفطرت لأنك شربت بعد دخول الوقت الواجب للامتناع عن المفطرات، فتكون قد أفطرت، لذلك يجب عليك القضاء. خلاصة القول أن من يقع في مثل هذه الأخطاء لا يأثم لأنه لم يتعمد الفطر، ولكن يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء.